الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. أود أن أقف هنا وقفة فيها التنبيه على ما جاء في القرآن من مدح اليهود والنصارى والصابئة ووعده والثناء عليهم كما في هاتين الآيتين. انتبه يا رعاك الله إلى قاعدتين مهمتين في هذا المقام، فما أكثر التلبيس في هذا العصر. فقد زعم بعض الضالين استنادا إلى هاتين الآيتين وأمثالهما أن اليهود والنصارى ناجون عند الله عز وجل، وأنه لا يلزم للنجاة أن يدين الإنسان بدين الإسلام. انتبه يا رعاك الله إلى أمرين مهمين. الأول أن مدح اليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل مقيد لا مطلق، تقييده جاء في قوله: من آمن بالله واليوم الآخر، فلا مدح إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر وعليه. فهذا الثناء إنما ينصرف إلى اثنين لا ثالث لهما، ينصرف إلى اثنين من اليهود والنصارى لا ثالث لهما. الأول من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به فهو يهودي ونصراني باعتبار ما كان، ثم حقق الإيمان بالله. ولا إيمان بالله إلا مع اقترانه بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ثانية أصيلة في هذا المقام، حذار أن تغيب عنك لا إيمان بالله دون الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فمن آمن بالله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا قيمة لإيمانه به سبحانه حتى يقرن مع هذا إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشهادة الواحدة لاغية لا قيمة لها ما لم يضف إليها الشهادة الأخرى. شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا قيمة لها ولا ينتفع بها قائلها حتى يجمع إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني هو اليهودي أو النصراني الذي آمن بالله واتبع نبيه ومات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه على هدى وعلى سبيل نجاته. فافهم هذا يا رعاك الله. وأضف إلى هذا قاعدة ثالثة، أنه لا يكون إيمان برسول لم يؤمن هذا الإنسان بمن بشر به هذا الرسول. أعيد، لا يكون الإيمان إيمانا في حق من آمن برسول ولم يؤمن بما بشر به أو بمن بشر به هذا الرسول. وكل الرسل قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وعليه، فكاذب من يزعم أنه يهودي متبع لموسى، أو أنه نصراني متبع لعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهو لا يؤمن بمن بشر به هذان النبيان الكريمان. إذن كل يهودي أو نصراني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر برسوله،
فإن من كذب رسولا في كلمة واحدة فإنه كافر به مطلقا. أليس كذلك يا جماعة؟ من قال أنا أؤمن بموسى إلا في قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أكذبه فيها، هل هو يهودي بمعنى أنه متبع لموسى؟ أجيبوا يا جماعة. أو هو كافر بموسى قبل أن يكون كافرا بمحمد؟ وقل مثل هذا في حق من يقول أنا أؤمن بعيسى ثم هو يكذبه في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، فهذا كافر بعيسى قبل أن يكون كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاحذر من التلبيس يا رعاك الله. نعم.